اخوتي السلام عليكم، معكم مرايد في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غتشوفوا معنا شي حاجه روينه، تشوفوا شي حاجه هربه، تشوفوا معنا اصغر العناصر اللي كاينين في المكنس، شي حاجه الكابراج، شي حاجه في داكشي اللي تيعجبكم. واحد الدري غتشوفوه ديجا كان معنا، نسيم، في اصغر دراج اللي كان في المكنس. على فيديو ديالو دخلوا شوفوه وعاودوا رجعوا. وغتشوفوا معنا العنصر الجديد اللي هذا هو اللي على منظر الفيلم، سكيتي ورايدر. اخليكم انستغرام ديالو هنايا، الدري اللي خطير حتى هو في هذا الشيء ديال الكروس الكواد. وخلاص معنا هورنيطا اللي كان تعرفوه خلاص كاملين، اللي بدل سميتو الاكس رايدر. تعطل علينا بزاف، دخلوا عنده لاشين ديالو قولوا له لوح لينا لوح لينا، خليكم شي فيديو ديالو حتى هو هنايا، دخلوا عنده. ويلا خوتي ما نزيدش نطول عليكم، نتلاقاو مورا الانترو. يلا بيس. اليوم اخوتي عندنا فيديو مع اصغر العناصر، اصغر العناصر في مكناس في المطر. واحد الفيديو، واحد الدري خاص راه ديجا درت معاه فيديو، نسيم قول لهم تي 07 على فيديو ديالو، ما تفرجش فيها يرجع يتفرج يرجع يكمل. والدري الاخر هذا اول مره ندير معاه فيديو، سكيتي ورايدر، الدري اللي خطير كيحمق ديك الكواد عنده، تيكابري تينعس على الجنب تيدير تيخلى ما تيدير بها. اللهم بارك، الدراري اللي جاي اللي جاي بقوة كما تنقولو، مازال صغير باش يدير هادشي يعني تبارك الله، فاش يكبر غيكون ديجا مكتسب الخبرة وعندو تجربة. هورنيطا هذا سلام هورنيطا، تعطلت عليه اني اني يا شركة انا اكس رايدر عجبتو هورنيطا. هذا هو مول هورنيط، هات 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 يقلب غير منين يدوز، في واحد الخسارة مسخوط تيدوزنا من الطريق فيها لبيست باش يضحك علينا، يبقى يقول لنا عندي موتور عالي، وبقي شوفنا حنا تنتكرفصو في الغبابر غير البارح. واخا فيك الدراري الاخرين نتلاقاو معاهم اخوتي غير هنا. نسيم هو اللي كان معنا في الفيديو الاولى، اصغر موتور في مكناس، ميبان واحد اخر. واو 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 خطير تبارك الله، عندك تك اخرين فوقه بلا لومبرياج، بلا لومبرياج، بلا اللي بغيت، ولكن بلومبرياج مزيان تروازيام تطريان تسيب الزوين. امي قالت الاخر هذيك الدنيا الاخر 500 درهم 350 على هذه 300 ومزيان والله. هذه فيها البيك ولا دايروا لها؟ لا فيها البيك. ديروها امور تبارك الله، دراري صغار هني السوق ديالهم احسن من شي واحد كبير، الله يحفظهم. ونتوها الدراري ونتوها صافي دخلوا لهنايا، عرفتي مع ما يدخل غير هزا. نار في لاكار تبارك الله، الدراري تيطلع درجة درجة حتى هو، كان غير بسبيريت ومطر صغار، حتى هو يقول لك الكلمة ديالو إن شاء الله في المستقبل. يحيد لكم الشك. سير اخويا نسيت انت راه ما سالش. بين لي شنو عندك. بارك الله داخل ها
كيغطي عليك. اطلع ما حتى السما ما غاديش عاود تهبط. طلع حتى الحدة صافي. ما تكبرش مزيان بالكاسك بالجاجة هابطة تتحمقك. حيدو حيدو هذا عندنا كاين هورنيطة كاين. قرات طاطا كاين الحمق اشو ادير شي فيديو تبقاو غادي بجوج مكابرين غادي معاكم بجوج. اشوف شوف لا كاف كروز وصاف هذا اللي هذا شوفوا هذا كاين الحمق كاين بارك ياك ستيكس اول مره يجرب يكبر بيه هذاك الشيء باش مازال ما زعمش عليها بزاف واخا هكا كاينه اللمسه غير شويه الله يعز الله كاين نسيم تليفوني نصورك بتليفوني شحال تعطيني؟ صافي بالروج لها جيبها هاكا من تحت وبعدها ليا انا اخويا والله انا دراري صغار الفلاج ولكن العقليه ديالهم كبيره والله لا تحس براسك راك مع شي دري كبير زعما ما تحس بداك الفرق ديال السن. هذا الشيء بحكم اش بحكم هاد لاباسيون اللي جا معانا بحكم هاد اللي هو هذه هي السبب تتقرب اسير اخويا انت شكون حبسك كلشي ديالك لا 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 مشى ورنطة مشى اوالو احرات مسخون تبارك الله عليه خوتي الدريه هذا بالرجوله بالرجوله انستغرام ديالو خلي لكم هنايا الرجوله دخلي عنده يستاهل يستاهل التشجيع بحال هاد المواهب هكا اللي وخليو لنا شي ميساجات زوينين
نسيم، نسيم حتى هو حتى هو باش ما يبقاش فيه الحال. نسيم حتى هو دري صغير، الدراري بجوج هما فايتين 18 عام، نسيم دابا 17 تقريبا، الاخر 15 عام، ودخلوا عنده حتى هو بالرجوله، دخلوا عنده انستغرام ديالو نسيم كاويت، وخلاص هذا هو الميتا، هذا هو الميتا ولا اكس رايدر كما تيبغي الناس يسميوه، هذا خاصه عنده لاشين، ولكن شحال هذا واحد، دخلوا عنده لاشين ديالو، قولوا له عطل لنا فيديوهات، ها هو. كنا نديرو لاباس. يا خوتي مرحبا بكم من جديد، كما شفتوا معنا هذا البلبله وهادشي كامل، ها هو مولا الزبايل هذا، الدريري شاف عمرك؟ 15 عام، قد قول بعدا سميتك وفاش تقرا باش يعرفوك المتابعين. سميتي مسلم النوالي، لقب سكيتيوي، من مدينة مكناس. وتنقرا في السانكيام دابا. السانكيام؟ فوقاش بديتي في هذا الشيء ديال الموطور؟ يعني اول موطور درتيه؟ اول موطور عندي كان عندي بيويه صغيره. بيويه صغيره ديك ديال 1000 درهم. اييه شنو درتي موراها؟ شريت واحد الكوادعيه. فوقاش هذا الشيء بعدا فوقاش؟ حكيت عليك في عمرك فاش درتي بيويه؟ مي هذيك 2016 2017 يعني دابا شي 5 سنين ولا 4 سنين. بحال هكاك. 5 سنين هكاك باش بديتي. 5 سنين انت عندك دابا شحال في عمرك؟ دابا عندي 15. 15 يعني ملي كانت عندك 10 سنين؟ لا كاع قل. قل؟ 8 سنين 9 سنين باش بديتي في بيويه، وشنو درتي موراها؟ موراها ديت كواد صغيره. شوف. ديت كواد صغيره ومن موراها شريت واحد الكروس 50. صافي من موراها شريت سبيريت. كروس 50 سبيريت، شنو درتي؟ سبيريت عقل عليا انا فاش كنت عندك، واقيلا سبيريت درتي نيشان الكواد ياك؟ لا سبيريت درت كروس والدوالي البوليس وليت عاوتاني الدوالي البوليس و داروا معاك موراها شريت الكواد. دابا شريت ستاند، دابا عندي كواد وستاند. اه بجوج؟ اه تبارك الله. كروس راه في الفريق. كواد 700؟ ياه. 700 2021. فين هي؟ اش ما جبتيهاش؟ هاي خليتها عند الدري. ياك تتبادلوا الماطر بيناتكم. تبارك الله، الله يسخر. وبالنسبه للكسايد والحوادث ما كاينش شي موطار وخصوصا اللي كيكابري ما دايرش شي طايحه ولا شي حاجه، ضروري تكون تحتي. كلشي طايح. ياك. كنقولوا حنا اللي ما تيطيحش راه ما تيسوقش، ما تيعرفش يسوق. طيح ونوض. هاي شوف عليك فيك. كتعلم. فيك شي اطراس في صحتك، فيك شي حاجه. فايد فايد ضربت هنايا هنايا. نشوف ورينا اخويا الضربه. ها هي وري عليا الكاميرا هي عندي. اوه هذه مازال جديده هذه. بالكواد. بالكواد. شريت هذا النهار الثالث. هنايا هذه هادشي قديمه هادشي. هادشي راهي عاده. صافي صافي انت ضربني فيه بزاف. ياك قول لي انت شابع ضرافي ضروري نيشان من الخطا يتعلم الانسان. نعم شتي لقطات ديالك بالكواد تدور اخويا في الرومبوان. انا مولف عاوتاني فرندليد. فهمتي مولف دابا عاد دزت الفرند الرجل دابا راه شويه. لا لا راه شتك تبارك الله راه اي اللي جا اللي جا في الطريق اللي جا بسم الله. اي حاجه اي ضروري اي واحد تيسوق موطور اول مره خص تبرد فيه شي شويه تمشي وتجي تمشي وتجي صافي قعد. الله يسخر. هذا كيفاش قنعتي والديك اولا باش تشريوك موطور من الاول؟ خويا النتيجه ياه تتقرا انا تعجبني القرايه اخويا. شحال شحال جبتي في العام اللي فات؟ العام اللي فات في التاسعه؟ جبت في الموحد جبت 13.5. في معدل العام جبت شي 14.5. كونوا بحال سكيتي ورايدر القرايه والماطر. كيفاش الكواد قلتي انت شريتيه؟ كواد اخويا دابا ها انت با قال لي اصلا انت كنتي كتخرج مع الدراري صحابات الكوادات والكورسات قبل ما تخرج معاهم صحابي كسرت معاهم. انت بابا شحال هذيك كان باغي يشري الكواد باش نبقى نمشي للبحر وهذا. مشي للبحر ها شريها لك باش تبقاش واقيلا تباك عزيز على الماطر ياك؟ لا عزيز عليه. هكاك داك الشيء يعني باش بغا يشجعك. عارفني السواق ماشي شي واحد بعقلك. يشوفني غادي مكابري ويقول لي علاش كتكابري نحيد لك الموطور هذا. تيشوف فيديو ديالك مكابري؟ اكيد تنصيفطهم له كامل. ويلي شنو تيقول لك واش كتصيفط شي فيديو مكابري زوين؟ تيقول لها تيوري لصحابو تيوري تجي كوري ماما بزاف تيقول لهم شوف ولدي تبارك الله عليه انيشان يعني باك تا هو باسيني بالمطر داك الشيء علاش ما لقيتيش معاه مشكل انيشان يعني ولكن اخويا البروتيجات والكاسك نسيتي قبيات الكاسك ما جبتيش. الكاسك نسيتي من الدار. درتي فالطه شتي المهم اخوتي الكاسك والكاسك الدري وصافي. الكاسك بغيتي المهم هذه حاله خاصه. هذه حاله خاصه وصافي. لا انا تنشوفك ديما تكون مكابري بالكاسك ما تشوفكش بلا كاسك. شنو الميساج اللي تعطي للدراري يعني الصغار اللي عاد بادين في هذا الشيء ديال المطار وداك الشيء شنو تقدر تقول لهم اللي عاد بغاو يشريو موطور ولا اللي عنده؟ اللي نقول لكم هي قرا وتوصلوا اللي باغي. القرايه والقرايه. القرايه
راه غتوصل لكم اللي بغيت نيشان راه هي اللي عاجبكم. اه داكشي اللي كاين اخوتي. يلا خويا سكتيوي الله يحفظك، نهار كبير هذا، درنا معك فيديو كما قلت لكم اخوتي، القرايه والقرايه دري صغار اللي عاد باديين يعني، وحمروا وجه لوالديكم وهما غادي حتى هما ما يبخلوش عليكم، والا كانوا في الاخر كاع ما بغاوش، ماشي نهايه العالم، راه يبغيو لك الخير. وتهلا اخوتي ونتلاقاو في فيديو جديد، وما تنساوش لي جيم ديالكم لي كومونتير، وبالنسبه للانستغرام ديال سكتيوي ها هو وريه لهم باش داخل سكتيوي راه يضر، المهم هو خليكم السكرين، وانستغرام ديالي ها هو. يلا تهلا في فيديو جديد، بيس.